الحمد لله رب العالمين، الملك الحق المبين، عالم الغيب والشهادة، وهو العزيز الحكيم. نحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تقينا من الشرك والنفاق والضلال والزيغ والأهواء. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد رسول الله، فاللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بالله من أربع في كل صلاة في التشهد ومن التشهد الأخير، ويقول صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. أيها الإخوة المؤمنون، إن الإنسان معرض للفتن في حياته وعند موته، معرض للفتن في نفسه وجسده وعقله وفكره، معرض للفتن في أهله وأولاده، معرض للفتن بين الناس أجمعين. وهذه الفتن تتنوع في حياتنا مع تنوع الأعمال والأفعال والأقوال واختلاف الناس. الفتن كثيرة ومختلفة، فقد حذرنا الله عز وجل من الفتن، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الفتن، لأن الفتن تؤدي إلى الهلاك والخسران في الدنيا والآخرة، إلا من عرف الحق ولازم الحق وكان على بينة من أمر ربه ودينه. فما من أمة فيها اختلاف العقائد واختلاف المذاهب واختلاف الأفكار إلا أدى إلى الهلاك والتفرق والتمزع بين الناس وبين الأمة الواحدة. لذلك أمره الله عز وجل أن يجمع الناس على كلمة التوحيد، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ويأمر عباده في المدينة المنورة لما ظهر الاختلاف والدعوة إلى التفرق والاختلاف بين أهل المدينة، وكان الذي يذكي ويدعو إلى الفتنة هم اليهود، فأنزل الله قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم وإذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ومن الفتن المعاصي والذنوب وكثرة الفواحش وظهور الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فظهور الفواحش في الأمة فتنة للمسلمين، فتنة للمؤمنين، فتنة للموحدين، فتنة للشباب، فتنة للنساء، فتنة للشيوخ، فتنة للأمة. فالمعاصي والذنوب كالنار التي تسري في الهشيم، وهي أشد من الفتن أيضا، لأن المعاصي تجعل الإنسان يعيش ويلتزم بأمر يخالف أمر الله عز وجل. المعاصي والذنوب حذرنا الله عز وجل منها، وحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وأن لا نستخف بالذنوب والمعاصي. فالمعاصي والذنوب هي من الفتن، تجر الإنسان والأمة
إلى الهلاك، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. ومن الفتن الشهوات والشبهات، الشهوات والشبهات، الشبهات في الفكر والعقل، والشهوات في الجسد. فعلينا أن نحارب في أفكارنا الشبهات من سوء الظن ومن الشك ومن الشرك ومن النفاق ومن الزيغ ومن الأمراض القلبية المعنوية، وكذلك الشهوات، لأن الشهوات هي طريق إلى النار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فالناس والأنفس والشياطين تحب الشهوات، كثير من الناس وبعض الناس يحب الشهوات، والنفس تدعو، الرغبة النفسية تدعو إلى الشهوات. فالزنا شهوات، الخمر شهوات، المخدرات شهوات، الربا شهوات، أكل الحرام شهوات، الكذب شهوات، الضلال شهوات. وهذه الشهوات تؤدي والعياذ بالله إلى النار، حفت النار بالشهوات. أما الالتزام بأمر الله عز وجل وطاعته وإن كان فيه المشاق والتعب والتكليف والتكاليف، ولكن في النتيجة في الأخير الإنسان يرتاح ويسعد ويهنأ إذا أدخله الله عز وجل الجنة. اللهم أدخلنا الجنة. فالفتن على المسلم أن يتجنبها وأن يبتعد عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أنها ستكون فتن في آخر الزمان، ستكون فتن في آخر الزمان، القاعد فيها خير من القائم، القاعد فيها خير من القائم. الفتن كثيرة في وسائل الإعلام، فتن في المحيط الذي تعيش فيه، فتن بين الناس وبين أهلك، فتن. يقول الله عز وجل: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. إنما أموالكم وأولادكم فتنة، فأولادك فتنة إن لم توجههم الوجهة الصحيحة، إن لم تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، فأنت قد تأخذك العاطفة والرأفة بهم، فلا تأمرهم بالمعروف ولا تنهاهم عن المنكر، فقد وقعت في الفتنة. فواجب عليك أن تأمرهم وتنهاهم. قطر ابنتك متبرجة وهي تمشي في الأزقة والشوارع، فإذا حدثتها ونهيتها وأمرتها بكت، زرفت عيناها وأشفقت عليها وتركتها على حالها، فأنت وقعت في الفتنة. ابنك أنت تخرج في الصباح لصلاة الصبح في الجماعة وفي المسجد، وقد ترفق بابنك وتشفق عليه وتعطف عليه، وهو صغير شاب تتركه ينام قرير العين، نم يا بني، فأنت وقعت في الفتنة. فأنت إذا تحب الله عليك أن تتجنب الفتن في أهلك وأولادك أولا، ثم في جيرانك، في جيرانك، أن تبين لهم أمر الله إن احتاجوا، أن تعلمهم إن كنت على علم، أن تنصحهم إن كانوا بحاجة إلى نصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا عن آخر الزمان تظهر الفتن، يكثر الكذب ويقل العلم ويفشو الجهل في الأمة، في أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويكثر الزنا وتقل النساء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الله عز وجل ويأمرنا أن ندعو بهذا الدعاء
اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. فتنة المحيا. فيجب على المسلم أن يتسلح بسلاح الإيمان والقرآن والسنة، أن يتزود بزاد القرآن والسنة، أن يعرف الحلال والحرام حتى لا يقع في الحرام، أن يصحح عقيدته حتى لا يخرف في دينه، وحتى لا يتعاطى للخرافات والشعوذة. إن المسلم والعاقل هو الذي يبتعد عن الفتن ويخلص نفسه منها، ولن يكون ذلك إلا في القرآن. كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. تركت فيكم أمرين يا أمتي، تركت فيكم وتركت لكم أمرين لا تخافوا من الفتن، إن تمسكتم بهما وتستطيعون الخروج من الفتن إن وقعت. وأن الفتن لا تخطئ الإنسان، لكن المسلم العاقل هو الذي يخرج منها. والفتن قد تكون في المدح وفي الخير وفي الشر، فالله عز وجل يقول: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالخير والشر فتنة، الخير فتنة والشر فتنة، فالصحة والعافية في البدن فتنة، والمرض فتنة، والمال الذي تملكه فتنة. فالله عز وجل يبتليك. ما معنى الفتنة؟ هي الابتلاء. فيبتليك الله عز وجل ويمتحنك، هل ستنجح في الامتحان أم تخسره؟ منحك الله الصحة والعافية في البدن، فعليك أن تسخر هذه الصحة والعافية في طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا خسرت، خسرت. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فتنة ونعمة، نعمة منحة من الله. فالله عز وجل يعطيك المال ليفتنك، ما معنى؟ ليختبرك. يعطيك الأولاد ليمتحنك، يعطيك وظيفة أو منصبا ليمتحنك، يعطيك مهمة ومسؤولية ليمتحنك. فيعطيك الله عز وجل ما يبتليك به من مرض، هل تصبر أو لا تصبر؟ يعطيك الله عز وجل جار سوء أو خير، هل تصبر أو لا تصبر؟ فإن صبرت نجحت، وإن لم تصبر خسرت. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كل ما في الكون وما يقع لك أو عليك فهو فتنة من الله عز وجل، فهو ابتلاء من الله عز وجل. فإن كان خيرا يجب أن تشكر الله وأن تذكره وأن تفعل الخير وأن تنفق، وإن كان شرا فعليك أن تتجنبه وأن تبتعد عنه لتنجح. ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فالحياة كلها ابتلاء وفتنة واختبار. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فنحن أيها الإخوة أيها الأحبة عبارة عن تلاميذ وعن طلبة دخلوا، وكل يوم يدخلون القسم للدراسة، والأستاذ والمربي يلقي علينا العلم ويلقي علينا التوجيهات ويوجهنا وينصحنا، ونحن نتعلم منه ونأخذ منه. فإن كنا نستوعب
ونعمل ونجتهد، ففي آخر السنة تكون النتيجة والنقطة إيجابية، وبالتالي في حياتنا ننجح. وإن كنا لا نستوعب ولا نعمل ولا نجتهد، ففي آخر السنة نحصل على نقطة سلبية، وفي آخر حياتنا يكون الخسران ويكون الجهل. وهكذا الحياة، الحياة عبارة عن مدة من الزمن، فننتقل إلى الدار الآخرة. فإن كنا نجتهد ونقرأ وندرس ونعمل، فننتقل إلى الله عز وجل، إلى الحياة الآخرة، الحياة الآخرة، فيعطانا لنا كتاب فيه نقطة إيجابية، بل نقاط، نقاط إيجابية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأ كتابية، ها أمقرأ كتابية، إني ظننت أني ملاق حسابية، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي الكسلان الكسول الخمول في الدنيا في الدراسة، وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابية، ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. الكسل، الخمول، النوم، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. اللهم اجعلنا من الذين يحضون على طعام المسكين ويؤمنون بالله ويصلون ويعبدون الله عز وجل. اللهم اجعلنا من الذين يعملون عملا صالحا. اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اجنبنا الفتن ما ظهر منها